عليكم. يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. اقعد. مفيش حاجة اقعد؟ يعني انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولة، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد يشجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز. تخصم لنا ايه يا دولة؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. يعني لا انت مش بتقول بكرة؟ احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير معاد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنة نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبة لي يبقى ايه؟ ايه يا دولة؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص مع رامز. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هم. بس يلا بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الاستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوه، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجه يعني. لا لا لا، في الحقيقه مش هقدر اشرب اي حاجه. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. لا حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجه يبقى كانك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائيه وعفويه. على فكره انت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس مهفوقه، ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطريه والفطور. الفطريه والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص. على فكره صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الاستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسه الرمزيه؟ على اساس هو رمزي ورمزيه. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزيه، كانت مدرسه برضو. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسه. امي بقى. اشربوا ايه يا بهوات؟ تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجه على ذوقك. على ذوقي حلبسه. ياه خمسه حلبسه. حضرتك يعني انا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديده لحضرتك، واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحله مخاض فكري للاندماج اثناء ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه؟ يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر ها. يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 ايام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولة انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجلشنا بقى. رجلشكو؟ ده انا هروقك. حضرتك ايه رأيك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر ها؟ هيكون في لحمة؟ ان شاء الله هيكون في لحمة. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشارة المرور، والدنيا زحمة جدا وهو متأخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصم. ممكن اقول رأيي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمة موزة ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. انا اؤيد هذا الاقتراح. وانا اؤيد هذا الانسان. وانا بخصم لك 8 ايام.
حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. اه وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها، بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى الاهواجي؟ ها ماشي حاسب الاهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باين. 9 والاهواجي يومين، يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جري يا رني، واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بينك، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي قولي يا ستي، عمل ايه سي عادل تاني؟ سي عادل عايز يعمل ندوه شعريه في البيت. بدل ما تعمل لنا حله شعريه باللبن والصفا نتعشى بيها، رايح تعمل ندوه شعريه؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومه من الاكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الاكل. وبعدين ندوه شعريه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اعمل ندوه شعريه؟ الاكره بتاعت اوضتي اتكسرت، عاوزه اجيب نجار يصلح. وبالمره بما ان النجار جه يعني خليه يصلح ضرفة الدولاب بتاعي، كل ما قفلت تتفتح كل ما قفلت تتفتح، عايز يكون في عفريت عادي. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه؟ ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه؟ وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. اها بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه. فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعراء دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بح يا قفة يا قطة. ها هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمه تانية مختلفه للبيت. مش معقوله، حلوه قوي العماد. ربنا يوفقك يا دوله. خليك معايا اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي الجمعه. حس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه، عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه. شو قول لي تمسيه؟ تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه.
عنده حس ضعاف يا شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عيد بلاش ربنا يتمم بخير دي، بص بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي أستاذة في علم الجمال وباحثة اجتماعية، أما الأستاذ إبراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في إهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخة الحظ بتاعتنا لما يتحط إهداء في ديوان أي شاعر ما يبيعش أقل من 50 نسخة. يا 50 نسخة ما شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ فسوخة. أهلا وسهلا يا دكتورة. والله يعني أنا صراحة مش عايز أعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم يعني مهما يكون اسمها ايه يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الأوضة ريحة. بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلان اعرفه قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت انا عايز اقول ايه؟ مالكش دعوة خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لك ان في عشاء استاذ عادل؟ عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا، اشتقنا والله عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع ومحدش عارف هتعملوا له رخصه ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غاليه. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمه القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا اديني الندوه؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعه انا هقدم لكم الاستاذ عادل شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيدة اللي هلكيها بعد ما نشوف ماتش الأهلي. لا ماتش الأهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوة، انت ناسي ولا ايه يا أستاذ عجلان؟ طب ما هو بتركة فنان برضو. مش ده ماتش الأهلي وطلقة؟ ايوه يعني هنسيب الندوة ونقعد نركز في طلقة، طلقة ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دولا، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا اما الندوة يا اما اللحمة. انا مش فاهمة ايه اللي جرى للبدنجان. كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانة يبقى زي الزبدة على طول. ايه في ايه؟ دي بوظت البدنجانة. انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفة، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى سناء ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقولي لي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نشء، زور المجتمع دي بتتفتح من صوابعي. أنور بتنجان الآن؟ ها؟ فاضيالك أنا عشان أنور بتنجان. الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. تقولي لي إيه اللي عندي بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانيه واحده ثانيه واحده بس عشان افضي المكان عشان عندنا ست شباب. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاه هنا اهو. يلا يا جماعه، يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيه من صباحيه ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقوره مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحيه الثانيه. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا كمان يا بابي قورت بتنجانيه. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كره رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، ما فيش فايده من الكلام معاه. تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. هجيب المايو بتاعي يا مامي. ايوه يا حبيبتي خدي المايو، يلا اتكلوا على الله. بسرعه يا دولا ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم. اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
ايوه كده دولة بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد، انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار. انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده. الشعر كله ماشي بالدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي قصيدتي يلا يا ملوش دعوه بالحكايه دي، انه يهرج يا ايها انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه. ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم، هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر مش حد يقول شاعر يقعد يقول. ايه ايه، انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحية تحية للناس اللي جاية في الحتة دية في أحلى تمسية. امبارح وأنا ماشي بالليل وحدي أطرني أمين شرطة، بصيت شمال قلت آه، بصيت يمين قلت آه، بصيت لفوق قلت آه برضو، بصيت لتحت قلت ياما، خدت جنب وعدى الأمين بالكمين في المغربية. جعت كلت تقلت نمت وحلمت ببكرة أحلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب ماشي، مخصوم منك شعرين. ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر. على فكرة اكتبها لي عشان انشرها في الجريدة. ما بعرفش اكتب. ايه معقولة الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمة جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيدة المهمة جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المقفول. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول، يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل، عايزه ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. معشي في وسط مصر دي؟ بقول لك ايه، هات لي صباعين محشي نية حضرتك سخنوه. شكرا. حضرتك محشي ايه اللي انت عايزه؟ مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. واحنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبر قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر كلها. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجبك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده انا فرق. ماشي. اللحمه حمراء والرز بيضة والفته حلوه. الله الله، ايه الحلاوه دي؟ ادي الشعر، شعر ولا بلاش؟ ولا حته اللحمه حمراء، يا سلام على وصفه للون الاحمر بتاع اللحمه، وصفها بطريقه بليغه عميقه الاثر ولطيفه المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ واقع واقع ملموس ومأكول. مأكول ازاي حضرتك؟ ايه احنا مش هناكل بقى ولا ايه؟
ايوه صحيح، هو الاكل فين؟ ايه الندوه القرديحي دي؟ انتوا جايين اساسا عشان تاكلوا؟ والله العظيم انتوا لا شعره ولا اي حاجه، انتوا كلكم مدعين. يلا بتكرع الله بره، اطلعوا بره. بتطردنا؟ ايوه بطردكم. بتطردني؟ ايوه بطردك يا استاذ عجلان. اتفضل يا عم التت، اتفضل. يا عادل اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها مخصوص علشانك، امسكي فيه. يلا بتكرع الله. استاذ عادل، انت مستقبلك بدا يتلاشى قبل ان يبدا. يتلاشى؟ انت تعرف يعني ايه يتلاشى؟ يلا اتكل على الله، اتكل على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكل على الله. انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضلوا. بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع، يا ده انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكة الشعر، تسلم وتعلم بقى من أخطائك مرة في حياتك. عودي. أخطاء إيه اللي أتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي أنا بقوله. يعني مثلاً أنا دلوقتي أقول لكم القصيدة بتاعت يا مصر، هو أنا هستنى أو مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، أنا داخل أور المحشي. أنا هأور الكراريس. الكراريس في الأوضة، لازم أروح الأوضة. ماشي. رانيا بصي بقى، هقولك. بصي حبيبي، أنا بحبك قوي بس أنا مضطر أخش لأن أنا موريش أي حاجة جوه. ولا رمزي هتسمع؟ أنا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، أنا كل ما أقعد معاك تخصمني. لا يا عم. تعالي هنا عشان صغيرة يعني بتفتري عليا؟ عشان صغيرة هسمعك غصب عنك. اسمعي، في 3 اخناتون ناقصين و2 انوبي و4 ورق بردي. فين دول؟ ورق جردي؟ هما الفراعنة برضو يا عادل كانوا بيقعدوا يجردوا زينا كده ولا ايه؟ احنا هنهزر، هجردك من قفاك على طول. معلش. ما بهزرش انا. الحاجات اللي ناقصه دي فين؟ خلاص معلش يا عادل، احنا من الصبح عادل عمالين نجرد بصراحه، من طلعه الصبح لغايه لما الواحد يا اخي جاله جرد. ماشي، البضاعه اللي ناقصه فين يا رمزي؟ اتكسروا عادل. اتكسروا؟ وانا لما حاجه بتتكسر مني بقول لك ان احنا بعناها عشان ما تشيلش في نفسيتك. يعني انا بخاف عليك قوي يا عادل، يعني احنا اكتر من اخوات يا عادل، احنا ولاد عم. مفيش ولاد عم يا رمزي، الشغل ما فيهوش ولاد عم. انت هنا دلوقتي شغال معايا في البازار وفي بضاعه مش موجوده، ما عملتش حساب يوم زي ده ان هعرف. يا عم عادل احنا فين واليوم ده فين؟ اهو اليوم ده جه، هو ده اليوم. هو ده اليوم والبضاعه ضاعت. ها اعذبك بقى ولا اعمل فيك ايه؟ ماشي، 5 تماثيل اتكسروا، والاربع ورق البردي دول اتكسر الاخرين. يا عادل في ورق بردي بيتكسروا يا عادل، دول اتقطعوا. لا انا غبي معلش، اتقطعوا ازاي بقى رامز كده؟ شش يعني على اساس ده ما يزعلش لو تش. ماشي، وايه تاني اتكسر يا رامز؟ ياه ما تفكرنيش بقى عادل، حاجه غاليه قوي عليا، الساعه بتاعتي مع انها اخد ضد الميه وبرضه اتكسرت، مش عارف ازاي. ضد الميه؟ يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. المهم ايه اللي اتكسر تاني؟ فاستين وشيشه. شيشه واحده؟ لا 4 يا عادل، ده غير بقى اللي وقع مني واتكسر، وغير اللي اتسرق، وغير اللي انا شحته. طب احنا بنجرد ليه؟ يا عادل اهدى. ماشي بنجرد ليه يا عادل؟ اهدى، ما انا عمال اقول لك يا عادل يوم الجرد ده خده اجازه يا اخي، كل سنه برضو يا عادل بتقعد تقول لي بنجرد ليه؟ بنجرد ليه؟ اهو بنجرد ليه؟ اهدى يا عادل، اهدى بقى شويه. الساعه 6 الصبح مصحينا على الدوشه والمكنسه والخلاط والتلفزيون، في ايه؟ مش عارف انام. يعني انت سمعتها؟ طبعا سمعتها، وتنيلت صحيت اهو. امال الست مجيده مش عايزه تسمعها ليه؟ عشان لما اقول لك انها بتستعبط. بقول لك ايه،
انتي احترمي نفسك وعرفي تتكلمي ازاي وقولي استبحي يا صبح، ما تكلميش عن مامي بالطريقه دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء. بحسب. عيب عيب قوي، عيب يا سناء تتكلمي معاها بالشكل ده، وبعدين احنا ما نعرفش الظروف، مش يمكن اتطرشت ولا حاجه. ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بطهر البيت يا حبيبي، اوضه النوم بتاعتهم ما فيهاش شباك. اوضتهم مكمكمه. محمود ازاي تعملوا حاجه زي كده وتتجننوا قاعدين تخنقوا واحنا نايمين؟ نايمين؟ احنا اسفين قلقنا منامك يا مجيده، اصل احنا بنصحى الساعه 5 الصبح. بننزل نبيع اللبن اللي حلبناه من الجاموسه اللي مربينا في البلكونه. على العموم انا عارفه كويس قوي انتوا بتعملوا كده ليه؟ تفتكري بنعمل كده ليه؟ بنعمل كده ليه؟ انتوا عايزين تزهقوني وتذلوني علشان امشي واسيب البيت، بس ده مش هيحصل جامي. برافو، سقفوا المجيده، سقفوا المجيده، اخيرا عرفت احنا بنعمل كده ليه؟ يلا بقى اتكلي من البيت. بقول لك يا مجيده، انا طالبه منك حاجه، كل يوم تصحي الساعه 6 الصبح تسيق البيت بميه ساقعه عشان ميه السخان انا محتاجاها عشان الحمام، وانتي قبل ما تروحي المدرسه تغسلي المواعين وتحضري لي الفطار. انا من رايي يا ماما انها ما تروحش المدرسه وتفضل تساعد مامتها هنا في شغل البيت، عشان حضرتك يا قلبي اول ما تصحي من النوم تلاقي الفطار بتاعك على صينيه كده سخنه بيغلي قدام باب اوضتك. ده احنا على كده بقى هنبقى الخدامين بتوعكم. طب وايه المشكله يا حبيبتي؟ ما تعملي بلقمتك يا ماما. وبعدين انتي يا مجيده لا تفقهي شيء في شغل البيت، احنا بنأسسك بنعلمك صنعه تنفعك، نعلمك شغل البيت عشان لما تروحي تخدمي في بيوت الناس الزباين ما يشتكوش منك. هاو داريو، هاو داريو يا سناء، اسمعي بقى، ده مش هيحصل عشان انا متعززه يا حبيبتي. وده مش هيحصل ابدا. عادل شايف يا عادل؟ انا مش شايف، انا سامع وحاسس. يا عادل قول بقى. ما ينفعش الكلام ده، ده بيتي انا، انتوا ناسيين ولا ايه؟ ودي مامتي وليها حق في البيت ده زي امك بالظبط، فاهمني ولا مش فاهمني؟ وهو ده حد اللي بتعمله اختك سناء. يا جماعة حرام عليكم بقى، حرام عليكم، يعني أنا طول الليل شغال وطول الليل بجرد ومستحمل هباب الطين رمزي ده، أجي في النهاية كمان مش عارف أنام، ما أنا لو ما عرفتش أنام يبقى مش هعرف أروح الشغل، لو ما عرفتش أروح الشغل يبقى أنتوا كلكم هتروحوا تشتغلوا في البيوت. يا جماعة حرام عليكم، بابا تعبان من الشغل وعايز ينام. خلاص يا بابا روح أنت نام وأنا هسكته. يعني أنت مسؤولة عن كده يا ياسمين؟ وإحنا عيال يعني؟ ياسمين طب افرضي بقى ان مجيده ما نفذتش اللي اتفقنا عليه، نعمل فيها ايه؟ هي دي مشكله؟ دي مش مشكله، ما نودهاش سينما الاطفال. معقوله ما نودهاش سينما الاطفال؟ ده احنا كده بنتك عليها قوي يا ياسمين. لا انتوا زودتوها قوي بقى، وانا عارفه كويس قوي انتوا برضو عايزين تزهقوني وتذلوني وتهينوني عشان ما اقعدش في البيت واسيبه، لكن ده مش هيحصل وهفضل قاعده على قلبيكم هنا اهو في البيت. سناء تعال عايز ايه؟ هتذنبني ولا ايه؟ تعالي يا لطيفه تعالي. رانيا تعالي يلا يا نجم. ياسمين تعالي. يا سناء ليه بتعملي كده في حماتي؟ انت عايز ايه يعني؟ نخدم ورا منها؟ هو يا كده بس انا ملاحظ من اول ما جات هنا هو البيت وانت بتتعاملي معاها بطريقه عجيبه، يعني حطها في دماغي. لعلمك بقى انا ما فكرش فيها ولا لحظه واحده ولا حطها في دماغي خالص، دي ست كده متنشيه وعامله مانيكير كده وباديكير وطول نهار عامله ايديها كده اهوت وصبغه شعرها اصفر وطول نهار كل ما تكلمها تقوم رافعه لك حاجبها كده عامله زي الفرنساويه، وبعدين كل ما اروح لها البيت فاكر تقول ايه؟ لو جزمكم بره جميع احسن توسخوا السجاد، اغسلوا ايديكم بالكلور جميع احسن توسخوا الكوبايات. ده واضح تماما ان انت مش حاطاها في دماغك خالص، ده ايه التجاهل ده؟ مش قلت لك ان انا ما بفكرش فيها؟ لا خلاص يعني ما تتكلميش عن نفسك، المهم بس يا سناء بعد اذنك شيليها من دماغك لغايه ما انام شويه وبعد الصلاه رجعيها تاني في دماغك، كلنا هنحطها في دماغنا وانت يا ستي اكتر واحده حطيها في دماغك. المشكله يا عادل موجوده دلوقتي مش بعد الصلاه. المشكله موجوده على طول، لعلمك يعني انت لو بتدوري لها على حاجه يعني بتتكلم عليك زباله. تتكلم عليا انا زباله؟
علينا يا رزاق يا كريم يا رب. دولة 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 ايه دولة، انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم؟ يلا اوضه النوم يا عم، انت بتحلم، احنا في القهوه يا دولة. يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت ايه يا دولة؟ فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دولة. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم، دي قمه الالتزام يا دولة، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. ايه بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك. يلا وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل. وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه، بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا يا حاضر. نفتح بس الاول حته في النص ده. عادل دولة دولة عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده؟ طيب فيا يا عم، احنا في ساعه صبحيه. اهدى اهدى يا حته ولا حته. عايز ايه؟ بقول لك يالا، هو فين القناه اللي بتجيب صلاه الجمعه؟ صلاة جمعة ايه؟ هو النهاردة ايه اصلا؟ قوم قوم يا عم، قوم فوق كده وتصلك وشك بكوبايتين حلبة بايدك دي، واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا استاذ عادل يا استاذ عادل، لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل اي مشاكل. لا اله الا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق فوق يعني، فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوة دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعة 7 الصبح يوم الجمعة يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولة عايز ايه؟ دولة الحق الحق، حتة بيقول لك اطلعوا بره. بيتك جبت لنا كلام يا حتة، انا مال انا يعني؟ هو يطلع بره هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي، وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولة يا دولة، ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولة؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشه اقوم اكسره. انت كام تمثال عملوا لك دوشه قبل كده؟ 3. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعاده يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي يا دولة يا دولة دولة، انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها خلاص مش هغلط فيك انا ان شاء الله. طب يلا قوم قوم بقى قوم، انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم، انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي، عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولة؟ لا انا نمت بعديك، رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دولة، انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضي يا رمزي؟ كنت متوضي من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فوق. حاضر حاضر، انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنايمنيش. حاضر، ما دام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولة، روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عدى عليا هنا في البازار. ماشي. دولة اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا، ظبط حياتك تستقيم حياتك. ايه
حد يرد على التليفون. يا اخوانا حد يرد على التليفون. الو، يا رمزي عايز ايه؟ ايه؟ هجيب لك سجادة صلاة وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب؟ عايز ايه لب؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصلاة. ايه هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب يا رانيا. انت بتزعق لي؟ افتح الباب يا رانيا، مش شايفاني نايم. نايم وبتتكلم ازاي دي؟ انا اسف يا ستي مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتح الباب عشان عايز انام. وش معنى انا؟ انا صاحيه من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي اختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شويه دم وتعمل حاجه، ثم ان انا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح بباب. اوه يا سناء، سناء يا سناء. ايوه يا عادل. الله، عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك اهي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي مفيش وقت للكلام ده، افتح الباب لو سمحتي بيرن من الصبح. انا حلفت لا هفتح بيبان ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثة ما انا فاتحه الباب. يا ماما يا ماما. ايه في ماما؟ تنده عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتح الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط من فضلك ما تغلطيش فيا. ماما قالت الشحطتين يعني غلطت فيا انا كمان، ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي زي امك. يا ماما معلش يا ماما افتحي يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفتح. واللي بره ده كمان. يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت اخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هيفتح، مش هيفتح. دي الفكره يعني؟ مش هيفتح. تعالي قول. تعالي تعالي يلا. بس على فكره كده انت قمت من على الكنبه. لا كانت رجلي دي لمسه، والله كانت رجلي لمسه. يلا روح تحت. ايه طرشان مش سامعين جرس الباب؟ إيه ما سمعناش خالص. هو ضرب؟ يا رب دي حاجه غريبه جدا، ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام مرد؟ عليك ازيك يا اختي. في ايه يا جماعه؟ انا بقالي ساعه مقطوعه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام مرد؟ ده بيختي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفت ما ياكلش الفوله، لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفت عشان بصلتين؟ الله يا سعاده، هو انا بعز عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سابخه مني ما خدك النهار. يا اختي يا اختي ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفت البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. خلاص يا جماعه، سناء قومي هاتي البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام. ام ميرفت خش خد البصل اللي انت عايزاه من البلكونه. يسلم بقك، عمال تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخوانا عارفه ان البيت بيتي. طبعا فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي اتكي على الله وامشي. يا سلام، هو في حد اصلا وجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه، حاجه غريبه جدا. وانت كمان بقى اتاخر، انا مش عارفه اقعد. اتفضلي يا حضرتك. يا ولاد انعام، البصل يا اختي متعلق سقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا ولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت شوفي اي مقشه واخطفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا هتستريحي وتريحي.
قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغال عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه، صوت الضمير، صوت العرب، كلمه ماما تمشي على رقبه كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل، وبعد منهم كلمتي انا تمشي عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا هنا ايه؟ طيشه، كنبه، جردل، انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي، ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص خلاص خلاص، بس كفايه، انا هحل لكم الحكايه دي. يوم السبت سناء عندها اجازه من المدرسه، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحده فيكم ليها يومين، نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحده مسؤوله فيكم عن اوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم، كل واحده هتغسل هدومها، هدومي رانيا هي المسؤوله عنها. الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره. عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي. ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذ ورئيس قسم، طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكرة انها موافقة. طالما ماما قالت انها موافقة طبعا انا لازم ارضخ لرغباتها. وانا هعمل ايه؟ بص يا ياسمين، انت عليكي مهمة مهمة جدا. هتلم كل الازايز اللي موجودة في البيت وتمليها مية وتحطيها في التلاجة، ما تخليش ولا ازازة فاضية. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، انا من نوع الكنبة، ممكن تسيبوني بقى. الله. طيب يبقى انا كده بقى هنام بعد صلاة الجمعة ان شاء الله. انا خدت البصل اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا اولاد، بلاش عندكم حزبة بصل اخضر كده. دول 30,000 دولار بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سامتي، معقوله انا اعد وراك؟ استحاله انا اعد. رمزي. نعم. دول خد عد وراك. نتكلم في الشغل الجديد. انا عايز 10,000 ورقه باردي بريفكس. ارجو التزام. لا لا لا، ارجو التزام ايه؟ احنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقه قبل كده، عمري كنت مش ملتزم. وبعدين حضرتك احسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو انا. تمام يا دوله. تراه كام؟ 60 دولارات يا دوله. بقول لك صنفهم لي، ما انا عارف ان هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبه ما تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ انا طبعا، يعني اي حاجه انا اقدر اتصرف فيها. ولا رمزي؟ نعم دول. روح بسرعه هات قفصين بلح هجر. حاضر. خد خد خد، تعال تعال، احنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه. هات نخلتين اجري. حاضر. نخلتين ايه مستر عادل؟ تعال تعال يا رمزي، مستر سانتي يعني حبيبنا وداخل على طمع. عارف عزبه النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. نخل ايه؟ انا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا مستر بولا. هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقة 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا أكتر من 5,000 جنيه مصري. دول دول. يا مستر سامتي، معقولة يعني تدور على تاجر بلح وأنا موجود؟ عيب يعني. أنت تاجر باردي؟ أنا أريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص أنا تاجر بتاع كل حاجة حضرتك يعني. وبالنسبه بقى للفواكه، انا ياما اشتغلت طبعا في البلح، وتاجرت في الجوافه وفي العنب، وتاجرت في كل حاجه حضرتك يعني. حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حته والشوكي في حته، مش كده يا رمزي؟ كده. والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بقى؟ اهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عندكم. امال منين؟ والله ما عارف. انا اصلي كان عندي صفقه حيوانات نادره قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي ما حدش فهمه يعني، ما استوعبوش. بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. بص ودانه، بص عينيه، اوريك حاجه كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن ادهولك فوق الصفقه بتاعت البلح ان شاء الله. يعني انت ممكن تخلص صفقه البلح؟ اخلص لك صفقه البلح ده في لمحه بصر. وبعدين حتى حضرتك يعني لو انتوا مش عايزين البلح بعد ما انا اجيبه، انا ما عنديش مشاكل، انا ممكن اكله او اكله للحيوان النادر، اكل البلح ابو زلط ده. اوكي، انا اكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكره. اوكي. نورت يا مستر سانتي، مع الف سلامه. مع الف الف سلامه. مع السلامه. ايه ده ايه ده ايه ده يا دوله ده ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجه،
ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني. وبعدين بلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبه للزغلوله دول مين اللي هيزغطوا؟ بص يا رمزي انا ممكن ارد عليك. يا ريت. بس هضايقك ومش هرد. بحوش يا فام، الفلوس كلهم عند دولة هنا. ما طلبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غزاء عمل النهارده. يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحده يا عادل؟ ياي دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدله واحده بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ انا ما لبستش بدله اقل من 1000 جنيه يعني، مش اقل من استك. الله يرحم الشراب اللي من غير استك. لا لا، وانت ايش فاهمك انت في المكانه العظيمه اللي اخوكي وصل لها دي؟ عموما ابقي خدي لك استك من الاساتك اللي انا جايبها دي، اشتري لك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعه اللي انت بتعرينا بيها دي، مقطع مقطع كده. والصفقه دي عباره عن ورق بردي ام تماثيل؟ لا الصفقه المره دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟ انا عايش اساسا طول عمري مع بلحة. يا حلوة يا بلحة يا مقمعة. وبعدين لعلمك بقى انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوة يا عادل، بس البلح ده لون ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما، انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب بقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا دون، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بيزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زاخر. ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين نتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى في ذوقي؟ ها؟ ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده؟ انت لابس بدله جديده زي اهي. زيك؟ اوعى ايدك. لابس زيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دوله في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك انت. انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دوله بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافيو مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا. دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 طن،
كل 6 أشهر. 25 تن؟ لا لا، عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في مانيبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في اميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي هو اللي هي طفصه وخلاص يعني. بس يا رمزي معلش احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمه دي دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، ده بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا، وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت نمضي العقود. يا سلام، قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر معاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا، ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل. نورتنا يا معلم عجوة. منور بصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكو ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكو فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكو برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع على مؤاخذة. تقشر ايه يا دولة؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، عايزين نعرف، أنا أصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه، وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش إيه يا عم، إحنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، أنا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذه. 2 طن ايه؟ انت على كده بقى شغال على فرشه يعني، ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معاكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه، ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبدو أمهات. ايه القول؟ عبدو أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن وثلاثة طن؟ ماشي ماشي، لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت كبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7,000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7,000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباط الكبير، احنا نمتلك فوق من 100,000 نخلة، ده خلاف اللي لسه بيتزرع. بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اه بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ويل، دول حيعملوا بسكويت بالعجوة
لدل الولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عمي. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكويت ابو عجوة. صرف نفسك بالعشرين طن وبعد كده لو انت عايز الف طن رقبتي سدادة. ماشي ماشي عم امهات. بالاسم. تفضل مع الف سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دولة هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب. خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحه بلحه. مشنا مشنا، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكره الصبح هنفتش السوق فرشه فرشه، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. ازيد منك ليه؟ لها لها ليها لها يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع صوت الناس. تمام يا كبير. ابني كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاب الشمسيه، انت مش شايف الشمس يا علاله. ايه اديه كل البلح اللي معاك. ايوه اه مالي يا بيه. طيب يا سيدي خد اتكل على الله اللي بعد. تعال يا ست. إيه اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ إيه ينفعنا برضك في اي صفقه تانيه؟ خدوا منها يال. عينيا يا كبير. خد يا ست. مرضيه؟ مرضيه يا بيه. نجر يا خد. إيه اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسود، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحه، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على. ما توعى يا لا، خليك بتفهم كده، اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي، ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. خد الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. صباح يا صباح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته ومعاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرس البيضه، وخلي الفرسه تجري 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 وهو بصوابعه كده في الاسفلت زي المليجي في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا واد. اللي بعد خش يا سيد. ايوه جاي. بعدين عناب، بعدين جابوني. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. واجب يا كبير. وبص يلا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع النخله على طول، دي ما بتتاكلش. افهم بقى يا غبي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا. مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد وزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير.
خير بالاذن اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه ما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حويط حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. ده لسه شفت حاجه، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي. يا معلم يا كبير. بقول لك ايه يا رمزي؟ أؤمر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده، عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى القلاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده اهو من على قرطي، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده اهو. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس بس بس. بولا جه. امتى مساء مستر عادل؟ اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده كبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ مش لاقيه. بوظ الصفقه. معلش دراعي اليمين عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. أوي أوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية يا كبير. تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ ايه في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شاع عمري باظ. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شاع عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 داهيه. طب وبعدين؟ والعمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في ثلاجه. ثلاجه؟ التلاجه وحبيبتي جوه التلاجه.